وأنا ماتت ذيك بيدي، ما أريد هاي أخسرها. هاي شوفت عينكم. إلى لوكيشن آخر وتحديدا قضاء التاجي في بغداد. هذه طفلة اسمها لينا بعمر الزهور، مصابة بالثلاسيميا. والد لينا ديعاني ومعاناة كبيرة، سبق وأن فقد بنته الكبرى بسبب عدم إمكانيته المادية لعلاجها وكانت في نفس المرض. بنته اليوم الثانية تعاني من الثلاسيميا ووضعها الصحي كثير سيء، والآن تتعالج ويتم يعني حسب ما تحدث أنه قضى أكثر وقت بالمستشفى معها، بحاجة إلى زرع نخاع خارج العراق تحديدا، يمكن هو مقرر أنه في الهند. طبعا هو مشكلته أنه مبلغ العملية، هذا المبلغ هو مو كثير بصراحة، يعني 15 مليون دينار عراقي، يعني تقريبا 10,000 دولار أو شيء وشوية. هو عامل بناء، يصعب عليه تأمين هذا المبلغ، بدوب معيش أطفاله، مراجعاته للمستشفى اليوم ومصاريفه على هذه الطفلة، بصراحة يتحدث أنه أنهكت كاهلة. لذلك احنا نتمنى انه نوصل صوت هذه الناس، مثل كل اللي يعني مصابين بامراض صعبه، من المسؤول عنهم اليوم كوزاره، كمنظمات، كمؤسسات ممكن تساعد هذه العوائل اللي عندهم يعني اطفالهم هم زينه الحياه بالنسبه لهم، واللي يتمنون انه ما يشوفوهم بهذا الحال. لذلك مراسلنا عمر كريم كان في بيت هذا الرجل وتحدث معه وشاف الطفله ونقل لنا هذا الكلام، كلام والدها اللي يتمنى به انه احد يساعده. خلونا نشوف. مرحبا زميلي مازن، اليوم احنا في قضاء التاجي ويا شو اسمها البنيه؟ لينا. ويا لينا، اليوم ابو لينا عنده مناشده من خلال برنامج لوكيشن، نحب نسمعها. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شنو مناشدتك بالبدايه؟ الطفله شبيها؟ شنو مرضها؟ والله مناشدتي لوزاره الصحه يعني للناس الخيره، الناس اللي يباعون على حالتي، حاله بنتي اللي توفت، ما عندي امكانيه حتى اعالج هذيك. عندك بنيه متوفيه؟ اي بنين توفت. والله امكانيه ما عندي، لا اسوي لها يعني اوديها للمستشفى، اجيب لها علاج، ما عندي، وانا اشتغل عماله، اشتغل يوم اشتغل ثاني يوم ما اشتغل يعني. ايش قد تكلفك تقريبا رحت المستشفى؟ والله 50-70 نبات الزون مدينه الطب، اروح وارجع يعني. ابو الكي يقول لي عم احكي له عن حالتي، يقول لي عمي روح الله وياك. اي والله. زين، نعرف شنو مرضها؟ مرضها كلاسيميا الكبرى. كبرى، وايدها هاي شوفها، ايدها هاي عوجه ايدها، ويعني مشي كمشي ما تقدر تمشي. ما تقدر. أي. شنو مضاعفات لما مثلا قبل لا تدير الهدم؟ ايدها ورجليها يعني تزحف بالقاع، تزحف بالقاع. اي وانا اشد الخيرين والطيبين وزاره الصحه. انت رحت لوزاره الصحه ولا لا؟ والله ما رحت. ما رحت. كان يا ما عندي. راسلت اطباء؟ يعني واحد مثلا قال لك ايش قد تكلف العمليه بالعراق او مو بالعراق؟ لا بالعراق، بخارج العراق. خارج العراق. اي بالهند. ايش قد قالوا لك تكلف؟ تكلف 15 مليون. 15 مليون؟ اي. زرع نخاع صح؟ اي زرع نخاع. من خلال برنامج لوكيشن طبعا اكيد ان شاء الله وزاره الصحه ما تقصر. فش تحب تقول لهم انه يعني اذا العمليه خارج العراق فلازم على نفقه الدوله؟ صحيح. ايش تحب تقول؟ والله هاي اناشدهم قدامهم، فقد الذيكه ما اريد افقد هاي، وانا اب مات الذيكه بيدي، ما اريد هاي اخسرها. هاي شوفت عينكم. الله يسعدك. طبعا شكرا جزيلا لك. أنا أشكرك. أشكرك. إن شاء الله مناشدتك توصل من خلال برنامج لوكيشن. طبعا زميلي مازن، أكو حالات يعني مثل ما نشوف الطفلة ممكن تحل قضيتها أنه سفر خارج العراق، العملية مو ذيك التكلفة الباهظة، لكن الأب ما عنده يعني هاي إمكانيته، إمكانيته أنه يروح للمستشفى، ما عنده فلوس مثلا مرات الكروة، مثل ما قال قبل التصوير أنه الناس تفزع له. فاحنا من خلال البرنامج ومن خلال الخيرين اللي موجودين يشوفون حاله هاي الطفله، والكلمه لك زميلي مازن.